اوكي. اذا بعد 12 سنة منذ عرضه لفيلم اورلالوا الخارجون عن القانون في مهرجان كان في المسابقة الرسمية، يعود المخرج الفرنكو الجزائري الى كان مجددا، وان كان عبر عروض خاصة، عروض اولى خاصة للافلام، ولكنها عودة مهمة جدا. الجماهير في القاعة صفقت لبوشارب دقائق طويلة، أيضا تيري فريمو المدير التنفيذي لمهرجان كان أيضا هنأ رشيد بوشارب، وكان هناك لقاء على الهامش بعد نهاية العرض، لقاء مهم جدا بينهما يوحي بأن رشيد بوشارب يعود إلى هذا المهرجان الهام جدا في مساره. اليوم نرى بأن عودة رشيد بوشارب عبر هذا الفيلم الاستثنائية، لأنه قدم قصة مختلفة، قصة إنسانية لخارج النطاق الرسمي الذي شاهدناه وقرأناه للطالب مالك أوكسين الذي قتل على يد الشرطة الفرنسية في ثمانينات القرن الماضي. إذن عودة بطريقة إنسانية، عودة مهمة جدا لرشيد بوشارب، وأيضا ترحيب كبير له في هذه القاعة، قاعة دي بي سي بقصر المعارض بمهرجان كان. كان معكم محمد علال لقناة الجزائر الدولية، مهرجان كان السينمائي.